السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بيكم مرة تانية مع وحدتنا التاسعة اللي عنوانها My Favorite Animal. My Favorite Animal حبايبي معناها حيواني المفضل. تعالوا يلا حبايبي نبتدي درسنا الأول واللي عنوانه Wildlife. Wildlife حبايبي يعني حياة البرية. تعالوا يلا نبتدي بكلماتنا، بس قبل ما نبتدي لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا اول كلمة معانا حبايبي اول حيوان هو كانجرو. كانجرو كانجرو كانجرو. باندا باندا باندا. بات بات بات. لاين لاين لاين. بينجوين بينجوين بينجوين. دولفين دولفين dolphin. snail snail snail. parrot parrot parrot. تعالوا يلا حبايبي نشوف الاكسترا فوكابولري اللي هو مديها لي في الدرس ده. اول كلمه كلمه strong strong strong. shell shell shell. colorful colorful colorful. ocean ocean ocean. upside down upside down upside down. wildlife wildlife. pouch pouch pouch. australia australia australia. friendly friendly. africa africa. rainforest rainforest. little little. group group. bamboo bamboo bamboo. wonderful wonderful. awesome awesome awesome. fridge fridge fridge. dark dark dark. ice ice ice. snow snow snow. special special special. china china china. inside inside inside. summary 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 summary. تعالوا حبايبي يلا نشوف تصرفات الافعال اللي هو مديها لنا. هنبدا طبعا بالريجولر فيربس الافعال المنتظمه. stay stayed stay stayed. talk talked talk talked. repeat repeated repeat repeated. jump jumped jump jumped. sit sat هنا افعال شاذة irregular. sit sat sit sat. fly flew fly flew. feed fed feed fed. hide head hide head. تعالوا يلا نشوف ال important expressions and the prepositions. اول expression معنا day out day out day out يعني يوم بالخارج. sit for sit for يعني قال لي. it sounds amazing sounds amazing يعني يبدو مدهشا. jump on يعني يقفز على. swim in a group swim in a group يعني يسبح في مجموعة. go near go near go near. look so cool look so cool. through the trees through the trees through the trees. do a project do a project do a project. it's so sweet it's so sweet it's so sweet. تعالوا نشوف يلا المين بوينتس بتاعت الدرس ده. بقول yesterday Ramiz went to a wildlife park with his family. بقول ان امبارح طبعا رامز ذهب الى متنزه الحيوانات البريه مع عائلته. he enjoyed it very much. طبعا لاحظ ان الكلام في الماضي طالما قال لي yesterday يبقى انا عندي went فعل شاذ enjoyed فعل عادي. he enjoyed it very much استمتع بيه جدا. they saw lots of different animals like lions kangaroos and penguins. طبعا شاف حيوانات مختلفه شكل الاسود وشكل حيوان الكنجر وكمان طيور البطريق. he saw his favorite birds the parrot. طبعا شاف الطيور المفضله بتاعته the parrot الببغاء. he was a bit sad because he didn't see the bats and he is doing a project on them at school. طبعا هو كان زعلان جدا لانه ما شافش الخفافيش وطبعا هو بيعمل مشروع عنه. مخلي بالك يعمل مشروع اسمها do a project يعني يعمل مشروع. تعالوا حبايبي يلا نشوف الاسئله اللي مديها لي على معاني الكلمات. قولي the A is a very dangerous animal. يا ترى مين في دول اللي خطير؟ هتقولي the lion اكيد الاسد حيوان بري. number 2 قولي the snails have
hard and no legs. طبعا بيقول الحلزون حبيبي ماله عنده ايه صلبة اكيد hard shells يعني صدفة صلبة وكمان ما عندوش ارجل. Number three بيقول عادل is very a he helps all his friends. عادل ايه حبيبي وبيساعد اصدقائه وهتقول friendly وfriendly بمعنى ودود. طب number four بيقول we keep our food in the a to be cool. طبعا بنحفظ الاكل فين عشان نخليه بارد هتقول fridge وfridge حبيبي بمعنى التلاجة. تعالوا حبايبي بقى نشوف موضوع درسنا واللي بيكلم لي فيه عن الانيمالز. نمبر 1 مديني عن السنيل. السنيل حبايبي بمعنى الحلزون والحلزون ده بيبقى ليه صدفه قويه جدا موجوده على its back يعني على ظهره. بيقول لي it lives in the garden بيعيش في الحديقه. it has a shell يعني عنده صدفه شكل ما انتم شايفين. it doesn't have legs ما عندوش طبعا رجول or arms ولا ذراعات. It's a snail. إنه حلزون. طبعا مهم جدا أن نحفظ حبيبي الحقائق اللي مدهالي عن الحلزون. بعد كده مديني الكانجرو. قال لي it lives in Australia. طبعا عايش في أستراليا. It jumps. خلي بالكوا حبيبي لما أجي أتكلم عن حقائق دايما بتكلم مضارع بسيط. وطالما مفرد فهجيب مع الفعل بتاعي s or es. بقول لي it lives in Australia. It jumps on two legs. طبعا بيقفز على الرجلين الخلفية. It's a kangaroo. إنه حيوان الكنجر. طيب تعالوا نشوف حبيبي الحيوان الثالث وهو البات. البات حبيبي يعني الخفاش. بقول it flies at night يعني هو بيطير بالليل. it sleeps upside down يعني بينام مقلوب يعني مقلوب حبيبي رجلي فوق ودماغه تحت. on trees it's a bat انه خفاش. تعالوا نشوف حبيبي الطائر اللي بعده هو طائر البطريق the penguin. بقول it lives on ice يعني بيعيش على الجليد and snow. It's black and white يعني اسود على ابيض او ابيض واسود. It can swim بيقدر يعوم but it can't fly لكنه ما بيعرفش يطير. وخلي بالكوا حبايبي ان كان وكانت الاثنين بيجوا وراهم مصدر بدون اضافات. It's a penguin انه طائر البطريق. اللي بعدها مديني طبعا صورة الببغاء parrot. بقولي it's a bird انه طائر. it's very beautiful جميل and colorful وكمان ملون. it lives in the rainforest بيعيش طبعا في الغابات المطيرة. it's a parrot انه الببغاء. تعالوا بقى نشوف ملك الغابة the king of the forest. بيقولي it lives in Africa بيعيش في افريقيا. it's a very big cat يعني قطة كبيرة. it's very strong قوي. It's a lion إنه الأسد. تعالوا نشوف حبايبي يلا اللي بعده هو الدولفين. بيقول لي It's very friendly يعني ودود. It swims in a group with its family in the ocean بيعني بيسبح في مجموعات مع أسرته في المحيط. It's a dolphin إنه الدولفين. طبعا معانا نمبر 8 وهو الباندا. طبعا دب الباندا. بيقول لي It lives in China عايش في الصين. It eats bamboo يعني بيأكل نبات الخيزران. It's big كبير and black كمان لونه اسود and white وأبيض. It's a panda إنه حيوان الباندا. تعالوا يلا حبايبي نشوف المحادثة اللي بين رامز وأيمن اللي زار الوايلد لايف بارك. بقول رامز بيكلم أيمن بقول له هاي I had. وقلت لما أقول هاد حبايبي يعني الكلام كده في زمن الماضي a wonderful day out yesterday يعني أنا استمتعت بيوم جميل بالخارج أمس with my family مع أسرتي. فأيمن قال له where did you go. طبعا طالما ديت في السؤال حبيبي بس السؤال ده في زمن الماضي بقول له where did you go. فرامز قال له I went. طبعا شالي where وشالي did you تحولت له I وgo بقت went عشان كان في did. I went to the new wildlife park it was awesome. طبعا روحت لحديقة الحيوانات البرية الجديدة ودي كانت رائعة. فأيمن بقوله What did you see؟ برضو نفس الكلام في الماضي. Could you go near the lions؟ يا ترى قدرت تروح بجوار الأسود؟ فرامز قال له No لا طبعا. We stayed in the car يعني مكسنا في السيارة. But we could see them through the trees. طبعا موضوعنا هتلاقيه عن could و couldn't اللي معناها استطاع ودي بيجي وراها مصدر حبيبي وده الماضي بتاع كان. بيقول لي بنشوفها من خلال الأشجار. The kangaroos were interesting. بيقول إن حيوان الكنجر كان رائع. When they are little لما بيبقوا صغيرين حيوانات الكنجر they can sit inside their mom's pouch بيقعدوا في الكيس اللي في بطن الأم. It's so sweet شكلهم كان جميل خالص. فأيمن بيقول له What birds did you see? What birds did you see? يعني ما الطيور التي رأيتها.
طبعا رامز قال له lots كتير but my favorites were the birds بس المفضلة عندي هي الببغاوات they were so beautiful كانت جميلة and they could talk بتقدر تتكلم we said some words for them to repeat قلنا لهم بعض الكلمات اللي كانوا بيكرروها طبعا عارفين حبايبي ان الببغاء بيردد الكلام اللي احنا بنقوله فأيمن حبايبي بيقول له what about animals that like the cold did you see any يعني ماذا عن الحيوانات اللي بتحب البرد يا ترى شفت اي منها فرامز قال له yes penguins ايوه شفنا طيور البطريق they were in a special place inside كانوا في مكان كده مميز بالداخل او مخصوص it was cold كان بارد like a fridge كأنك في تلاجة we fed them some fish واكلناهم كمان سمك I love penguins انا بحب طيور البطريق they can swim so well يعني بتقدر تعوم بشكل جيد جدا and they look so cool وكمان شكلها جميل فأيمن حبيبي بيقول له wow was there anything you wanted to see but couldn't يا ترى كان في حاجة عايز تشوفها بس ما قدرتش فرامز قال له the bats بصراحة كنت عايز اشوف الخفافيش I'm doing a project on bats at school لان انا بعمل مشروع خلي بالك يعمل مشروع شكل ما قلنا اسمها do a project انا بعمل مشروع عن الخفافيش دي في المدرسة so لذلك I really wanted to see them بصراحة كنت عايز اشوفهم but they were all hiding كلها كانت مختبئة and I couldn't see them in the dark وما قدرتش اشوفها طبعا في الظلمة فأيمن بقول له oh well it sounds amazing ده يبدو رائع I've got to feed my rabbit now يعني انا مضطر حبيبي ان انا اطعم الارنب بتاعي دلوقت that's the most wildlife I'll see today بيقول لي ده اقصى ما يمكنني رؤيته من الحيوانات البرية التي سوف اراها اليوم تعالوا مع بعض نشوف الليسننج الاولاني بيقول لي نهى is interested in animals and birds يعني نهى بتهتم بالحيوانات والطيور she likes kangaroos بتحب حيوانات الكنجر and penguins the kangaroo it lives in australia يعني الكنجرو بيعيش في استراليا it jumps on two legs the penguins live in cold places they eat fish Penguins can swim but they can't fly. تعالوا نشوف number one بيقول لي نهى is interested in social media. أكيد طبعا هقول false. Number two بيقول لي the kangaroo lives in Australia. أكيد طبعا الكلام ده true. Number three بيقول لي the penguins live in hot places. طبعا طيور البطريق بتعيش في أماكن حارة. أكيد طبعا الكلام ده false لأنها بتعيش في الأماكن الباردة. Number four بيقول لي penguins can swim. أكيد طبعا الكلام ده true. تعالوا نشوف يلا الليسنينج التاني الليسنينج التاني بيقول yesterday Ramiz went to a wildlife park with his family يعني راح حديقة الحيوانات البرية مع أسرته he enjoyed it very much استمتع بها جدا they saw lots of different animals like lions and kangaroos he saw his favorite birds the birds he was a bit sad because he didn't see the bats and he's doing a project on them at school تعال نشوف يلا number one بول رامز went to a park yesterday طبعا اسمها wildlife park number two بولي they saw lots of different animals like a and kangaroos طبعا هم شافوا الأسود وكمان حيوانات الكنجر يبقى lions like lions يعني الأسود number three بولي his favorite birds are the طبعا عرفنا ان الطيور المفضلة عنده هي البيرتس يعني الببغاوات number four بول رامز didn't see the A so he was a bit sad طبعا he didn't see the bats يعني حبيبي ما شافش الخفافيش تعالوا يلا حبيبي نشوف سؤال التوصيل بولي what do pandas what do pandas ده سؤال حبيبي يبقى هقول what do pandas eat ماذا تأكل حيوانات الباندا number two بولي the snail has بقولي ان الحلزون طبعا عرفنا ان الحلزون عنده صدفة على ظهره يبقى has a shell number three بولي رامي went to رامي ذهب إلى يبقى أكيد حجيب المكان اللي هو راح له فحقول a wildlife park number four بولي bats sleep عارفين ان الخفافيش بتنام مقلوبة فحقول upside down on trees يعني بتنام مقلوبة على الأشجار number five بولي penguins live on عارفين حبيبي ان طيور البطريق بتعيش على الجليد فبالتالي هقول live on snow and
eyes. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. بيقول لي are birds the parrots my favorite. طبعا عايز اقول ان طيور المفضله هي الببغاوات، يبقى اذا هقول my favorite birds يعني طيور المفضله are the parrots يعني هي طيور البطريق. تعال حبايبي نشوف السؤال الثاني. بيقول the penguins fish some fed she. عايز اقول ان هي اطعمت طيور البطريق بعض الاسماك، يبقى اذا هقول she fed the penguins يعني هي اطعمت طيور البطريق some fish يعني بعض الاسماك. نمبر 3 بيقول a very the cat lion is big. طبعا عايز اقول ان الاسد ده عبارة عن قطة كبيرة، فاذا هقول the lion is، طبعا قلنا very بتيجي قبل الصفات، فهقول a very big cat يعني قطة كبيرة. طب number 4 بقول park I the went to wildlife new. يبقى اذا عايز اقول انا رحت لحديقة الحيوانات البرية الجديدة، يبقى اذا هقول I went to يعني انا ذهبت الى the new wildlife park يعني انا ذهبت لحديقة الحيوانات البرية الجديدة. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال البنكتويشن. بقولي where did Ayman go yesterday. طبعا الدبلة هتبقى كابيتال لينها في اول الكلام. did إيش حاجة أيمن الأي طبعا لازم تكون كابيتال عشان ده اسم شخص. go yesterday وكده كده حبيبي الكويستشن مارك موجودة. نمبر 2 بيقول the kangaroo lives in Australia. طبعا التي بتاعت ذا في أول الكلام kangaroo فإيش حاجة lives in Australia. طبعا حبيبي في الآخر فلسطوب لان دي جملة عادية. تعالوا حبايبي بقى بيقول لي اتكلم عن your favorite animal. طبعا يعني حيوانك المفضل. مهم جدا بقى حبايبي ان انا اكتب على الحيوان اقول بياكل ايه، بيعيش فين، شكله عامل ازاي، وبحبه ليه كده يعني. فهنا بديني بعض الاسئلة اللي انا هستعين بيها. بقولي where do they live هي بتعيش فين، what do they look like شكلها عامل ازاي. طبعا مش هكتب عن دول بس، انا هكتب عن حاجات كتير. وطبعا لما اجي اكتب عن my favorite animal لازم الاول ابدا بالجمله دي حبايبي وهي I like animals. I like animals يعني انا بحب الحيوانات. وبعدين هقول حيوان المفضل هو ايه، فهقول my favorite animal is the lion. يعني حيواني المفضل هو الاسد. it is a very big cat يعني هو عبارة عن قطة كبيرة طيب قوي طبعا، فهقول it's very strong يعني هو ايه قوي. it's brown يعني لونه حبيبي بني. it has thick hair on its neck يعني عنده شعر كثيف على رقبته. طبعا عارفين ان هو بيعيش في الغابة، يبقى هقول it lives in the forest يعني بيعيش في الغابة. بياكل يا حبيبي طبعا عارفين انه بياكل لحوم، فحقول it eats meat يعني هو بياكل لحمة. طبعا حبيبي عارفين انه سريع جدا، فحقول it's very fast. it's cold يعني بيسموه او يدعى ويسمى the king of the forest. the king of the forest يعني ملك
الغباوب. أنا كده كتبت باراجراف بسيط جدا على الحيوان المفضل عندي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.